السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح جديد بابتسامة أمل، فأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. سنة هجرية جديدة كونوا أنتم فيها الأفضل، فنحن من نتغير للأفضل أم هي تزداد أرقام؟ فسعد الله صباحكم بكل خير. صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدينا ومشاهداتنا ومستمعينا عبر الاذاعه، ويا هلا ومرحبا فيكم في صباح جديد يجمعنا معاكم في برنامجكم الصباح رباح. مشاهدينا، عودناكم دائما بتنوع في فقراتنا، واليوم معنا الاستاذه اعتدال القدومي لتكلمنا عن خطه عمل لطلبه الجامعه تحت اطار الابداع التقني. وايضا بنكون بنقل مباشر من معرض ومؤتمر الدفاع المدني وفعالياتهم المنوعه في سوق واقف. وأيضا تشهد سماء الدوحة مساء اليوم حدث عالمي، وهو كسوف جزئي للشمس، وهو الكسوف الأخير في العام الجاري، ويبدأ الكسوف في تمام الساعة 4:19 مساء بتوقيت الدوحة، ويستمر الكسوف في الدوحة حتى ساعة الغروب اللي بتكون في الساعة 4:52، أي ستغيب الشمس وهي مكسوفة، حيث يستمر الكسوف في الدوحة من بدايته وحتى الغروب لمدة 33 دقيقة، وعند الغروب ستكون نسبة الاحتجاب من قرص الشمس بنسبة 37%، أي حوالي ثلث قرص الشمس. عن هاي الحدث نرحب بالشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، رئيس قسم الفلك بالنادي العلمي القطري ورئيس اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. صباح الخير. يا هلا مرحبا، الله يصبحكم بالنور. مرحبتين. أول شيء، يشهد العالم اليوم كسوفا شمسيا نادرا ويسمى كسوفا خليطا، ما هو الكسوف الخليط؟ طبعا الكسوف هذا اللي هو يعتبر مثل ما قلنا بيكون في وقت المغرب عندنا ان شاء الله، فعندنا بيكون في وقت المغرب، في بعض الدول بيكون عندهم في وقت النهار في ساعات الصباح المبكر من النهار. نعم. فهو بيكون خليط بين ليل ونهار بالنسبه في حاله الكسوف هذا. نعم. الشيء الثاني، الكسوف طبعا احنا اليوم مثل ما تفضلتي هو راح يكون ساعات المغرب قبل المغرب كذا 33 دقيقه. ميزه الكسوف هذا لأن الشمس لما تكون في الأفق الغربي تكون نوعا ما باردة، فبإمكان الشخص أن يراه بعين المجردة، ما بيحتاج أنه يعني يحط وقاية. احنا دائما نحذر على أساس إذا كان الكسوف في يعني في ساعات النهار اللي هو ساعة الظهر أو العصر، أما عند الغربيات مثل شمس الفجر تكون الشمس باردة بإمكان الشخص أن يشوفها. نعم. فطبعا لما نتكلم عن حجم 37% من الشمس بيكون واضح لأي شخص أنه يشوف كيف الشمس بتكون مكسوفة، وبتبين بوضوح كيف القمر وهو يغطي جزء كبير من الشمس. شخص نعم تفضلي. شخص سلمان، انت ذكرت لنا يعني عن الكسوف، شلون راح تتاثر قطر والدول الشقيقه المجاوره بهاي الكسوف؟ تتاثر ما في اي تاثير، طبعا خلينا نكون واضحين، بالنسبه لتاثيرات الكسوف هي تكون تاثيرات مناخيه اذا كان الكسوف حصل في ساعات الظهر. يعني ممكن مثل الكسوف اللي صار عندنا تقريبا في سنه 99، لما الحجم عندنا لاشمت حوالي تقريبا 60% من الشمس، فصار عندنا تاثير على المناخ بان درجه الحراره كنا في شهر 8 اذكر نزلت من 48 تقريبا الى قريب 28 درجه مئويه، حوالي 20 درجه نزلت. فهذه اللي هو يكون التاثيرات مناخيه. اما تاثيرات اخرى ما في اي تاثيرات اخرى، كان يعني البعض من الناس يقول ساعات لا تاثيرات على طبيعه حياتنا او لا تاثيرات على الاحداث على الكره الارضيه او شيء، هذا الكلام صراحة الكلام يلجأ للمنجمين، وتعرفين اليوم عاد سوقهم اليوم طالع اليوم مع موضوع الكسوف، فالكل بيبدأ عاد يمثل من هالكلام، واليوم بتصير كذا وبصير، وينتظرون أي حدث عشان يربطونه بالكسوف. فهذا الكلام الكسوف ما له أي دخل ولا له أي تأثير علينا كتأثير كبشر أكثر من تأثير المناخ. زين، طبعا قلت لنا ليس هناك أي إجراءات يجب اتباعها من أجل السلامة العامة. اي نعم، بالنسبه للسلامه العامه طبعا بما ان احنا حددنا ان الكسوف يبدا الساعه 4:19 ما في اي داعي ان اي حد يبذل جهد بانه يحاول يتحرى الكسوف قبل ذلك، ويحاول انه ينظر الى الشمس من غير يكون ما عنده نظاره اللي هي خاصه لاحداث الكسوف، لان بتكون الشمس بعدها حاره قبل الساعه 4. فالنظر لها بالشكل هذا اكيد بيكون له تاثير على الشبكيه، فضروري الانسان ياخذ حذر بالنسبه لهذه الامور. طبعا متى ما بدا الكسوف من بعد الساعه 4:19 بيبدا، 4:25 بنبدا نحسه بنشوفه كيف يخفي جزء من القمر، بامكانك ان تراه بعينك المجرده، ولكن من باب الاحتياط ايضا ممكن تلبس نظاره شمسيه عاديه وتشوفه وقتها، وبتبدا تتبع الحدث وتشوف كيف القمر يحجب
الشمس. نعم. فهذه تقريبا الامور اللي دائما نوصي فيها، يعني حتى الواحد ما يضر عينه. شكرا لك الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني، رئيس قسم الفلك بالنادي العلمي القطري ورئيس اللجنة الاستشارية في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، يعطيك العافية. نس يعني ما سمعنا نور، الشيخ سلمان قال لنا عن اليوم اللي راح يحدث في الدوحة، وهو طبعا حدث عالمي راح يحدث في بعد الدول المجاورة. أهم شيء أن الكسوف ما له أي نتائج سلبية على أي حد، يعني اللي يبي يشوفه بس مجرد أنه يلبس نظارة شمسية يعني. نعم. مشاهدينا، تشهد الدوحة حاليا معارض وأنشطة ترفيهية منوعة، خلونا نشوفها مع بعض. ومن أنشطة الدوحة المتنوعة إلى عناوين الصحف اليوم، ونبدأها بجريدة الوطن. كلية للطب بجامعة قطر، علامة الوطن أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء كلية للطب بجامعة قطر تساهم في زيادة عدد الأطباء القطريين، بما ستطرحه من برامج من شأنها التيسير على الطالب القطري الالتحاق بالكلية وفق معدلات وأسس سوف يتم وضعها للقبول بها. وأيضا بعد خبر ثاني في جريدة الوطن لجامعة قطر، منهج متطور لتدريس اللغة العربية، أعلنت كلية الآداب والعلوم في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا عن تطبيق منهج متطور لإتقان اللغة العربية على المستوى الجامعي، وذلك انطلاقا من رسالة جامعة قطر ورؤيتها وقايتها التربوية الرامية إلى ضرورة تمكين خريج الجامعة من مهارات التواصل السليم عند ممارسته أو تعلمه اللغة العربية. هاي أخبار الوطن. أنا عندي في الراية خبرين. الأول يقول غرف عمليات جديدة لجراحة السمنة قريبا. كشف مصدر مسؤول بمستشفى حمد أنه سيتم تخصيص غرف عمليات جديدة بالمستشفى لإجراء جراحات السمنة للتغلب على أزمة قوام الانتظار الطويلة التي يعاني منها مرضى السمنة. الخبر الثاني، قطر في نهائي نجوم العلوم للعام الثاني. تأهل المخترع القطري محمد الكواري إلى نهائيات الموسم الخامس من برنامج المسابقات العلمية التلفزيونية نجوم العلوم، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها قطري للنهائي بعد تأهل وفوز المهندس خالد بوجسوم بفعاليات الموسم السابق. هاي عندي الراية. الحين نروح للعرب. يعني أول خبر من العرب، اكتمال خدمات الإلكترونية بمطار حمد قريبا. كشف العميد صالح الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية عن تحديث كامل للبنية التحتية الإلكترونية بمطار حمد الدولي، مؤكدا الانتهاء من تجهيزه بكل الخدمات الإلكترونية قريبا. وأيضا بعد خبر ثاني من العرب، 267 مليون ريال دعم أسعار اللحوم حتى سبتمبر. أفادت البيانات المالية لشركة ودام أن الحكومة قدمت تغطية مالية قدرها 266.6 مليون ريال لدعم أسعار بيع اللحوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 334.4 مليون للفترة المناظرة من السنة الماضية. أنا عندي بعد في الشرق ثلاث أخبار، وعندي خبر مشابه حق الخبر اللي عندك. يقول 8 مشاريع جديدة لإنتاج الدواجن. كشف السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة التربة الحيوانية بوزارة البيئة أن الإدارة وافقت على إقامة 8 مشاريع جديدة لإنتاج اللحوم البيضاء في قطر، منها 4 مشاريع للدواجن والحمام اللاحم والبط
بدأت إنتاجها بالفعل، وهناك 4 مشاريع قيد التنفيذ. الخبر الثاني مشروع وطني لإنتاج عسل النحل. تسعى وزارة البيئة لتشجيع تربية نحل العسل من خلال المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل، بهدف توسيع أنشطة المزارع مما يزيد من مداخيلها، ومن ثم تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة. عندي الخبر الثالث، 100 مدرسة تطبق مشروع الحقيبة الإلكترونية العام القادم. علمت الشرق أن مكتب التكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للتعليم بدأ الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الحقيبة الإلكترونية في المدارس المستقلة لتشمل 60 مدرسة جديدة، الأمر الذي يرفع عدد المدارس المشاركة في المشروع إلى 100 مدرسة مستقلة. هاي كان كل اللي عندنا في الجرايد، ومن الجرايد وعناوينها المنوعة إلى معرض الدفاع المدني الرابع في سوق واقف، واللي فيه فعاليات تثقيفية وترفيهية عديدة. خلونا نروح لزميلنا سعود المعاضيد المتواجد قريب منا بسوق واقف. صباح الخير سعود. صباح النور، أصبح عليكم بالخير وأصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. اليوم أنا موجود في سوق واقف، الفعاليات المصاحبة لمعرض مؤتمر الدفاع المدني الرابع. مثل ما تشوفون معانا أنا موجود في قسم البيت الآمن في هذا المعرض المصاحب. مثل ما تشوفون هذا المطبخ يعتبر مطبخ توعوي حق الأطفال، حاطين لنا من كل شيء 2، ويقولون حق الأطفال إيش الصح وإيش الغلط. مثل عندنا المواد الكيماوية ما تكون قريبة من المغاسل، مثل الميكروويف ما يكون فيه الأشياء مثل القصدير أو الألمنيوم. ونشوف معاكم، بنروح معاكم إلى قسم الصالة ونشوف معاكم الأشياء التوعوية، مثل هذه تعلم الطلاب، هذه المطوعة تعلم الطلاب مثل الكوي ما تحط اللوتي على الثياب وتنسى، أو مثل ما نشوف معاكم على الدفاية تحطون الثياب على الدفاية، أو البلك إنه يخلونه شغال، أو إن البلك يشل أكثر من محول. وبنطلع من هذا القسم، بنروح القسم العام ونشوف معاكم هذا القسم، قسم الحنة والسدو. هني الطلاب المدارس أو الأطفال يتحنون ويتعلمون عن السدو وأنواع السدو. وبنروح معاكم، بنمشي معاكم وبنتعرف أكثر على تفاصيل هذا المعرض المصاحب. مرحبا يا نيلة. سعود، يعني ما شاء الله أنا قاعدة أشوف الخيمة معمرة كأنها بيت، من الأدوات اللي موجودة، من الأشياء اللي موجودة داخل الخيمة. يعني أنت هل شفت، يعني نفس ما شفت أنا، طالبات من المدارس جايين، شلون كانت ردة فعل الطالبات وهم جايين الخيمة؟ صحيح يا نايلة، أنا أول ما دخلت الخيمة تفاجأت في مدرستين موجودين زيارة، وهذا ما شاء الله المدارس تجي وراء بعض، والفعاليات يتعلمون قسم الناس ما تشوفين. أنا عندي الأكثر اللي هو محاكاة الحريق، مثل شلون يطفون الحريق، أو عندنا مثل قسم الحنة ما شاء الله الأطفال بنات المدارس يتحنون. وبنتعرف أكثر على تفاصيل فعاليات هذا المعرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع. معايا النقيب جابر بن محمد المري، رئيس قسم الإعلام والتوثيق الوقائي. في البداية لو تكلمنا عن فكرة هذا المعرض وتحدثنا عن مدته. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب فيكم قناة الريان في الخيمة الرئيسية للفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع. حقيقة بالنسبة للفكرة، الفكرة هذه طبعا بدأت من المعرض السابق اللي المعرض الثالث، وكانت موجودة، ولكن كانت موجودة مع المعرض، مع افتتاح المعرض، يعني كلها كانت مع في نفس الأيام المعرض. فارتوينا نحن نقدم الفعاليات في المؤتمر الجاي اللي هو المؤتمر الرابع، المعرض المؤتمر، بحيث أنهم يكونون ياخذ حقه من الرسالة اللي بيقدمها. لو تعرفنا أكثر عن الفعاليات اللي موجودة في هذا المعرض وشون تشوف توافد المدارس على هذا المعرض؟ بداية طبعا بالنسبة للفعاليات أو بالنسبة للأجنحة اللي موجودة في الخيمة، طبعا ارتوينا طال عمرك بالنسبة للنقاط الموجودة أنها تكون ترفيهية وتعليمية في نفس الوقت. يعني هدفنا ليس هدفنا بس الترفيه، هدفنا الأسمى هو التعليم وتثقيف الجيل الصغير
بحيث أنه إن شاء الله في المستقبل يكون هناك لبنة أساسية في التوعية والتثقيف الوقائي بالنسبة للمجتمع بصفة عامة. فإحنا ارتوينا أنه يكون الفترة الصباحية فترة المدارس والفترة المسائية فترة عامة لجميع الزوار. صحيح، بس لو تحدثنا أكثر عن الدور التوعوي في هذا المعرض المصاحب. طبعا بالنسبة للدور التوعوي هو دور ممنهج أو بمعنى أصح هو عندنا خطة عندنا في الإدارة العامة واستراتيجية قاعدين نمشي عليها، وهي نشر وتوعية الدفاع المدني أو قوانين الدفاع المدني وما يخص بالإدارة العامة للدفاع المدني للمجتمع، بحيث أنه يكون هناك شراكة بيننا وبين المجتمع. يعني ليس الدفاع المدني فقط هو الذي يقوم بالأمور الأساسية وإجراءات الأمن والسلام، لا، راح نشارك الجمهور أو المجتمع أنه هو اللي يقدم هذه الاشتراطات ويعرف مداها والسلبياتها، بحيث أنه يكون هو بنفسه هو خصيم نفسه. صحيح، يعطيكم العافية. بس لو تعرفنا وتعرف مشاهدينا الكرام، هذا الفعاليات المصاحبة هاي فعالية بروحها ولا في فعاليات غيرها قبل المعرض؟ طبعا في فعاليات أخرى عندنا في اللاند مارك، عندنا في السيتي سنتر، في لاجو، عندنا أكثر من جهة، بحيث نحن نغطي جميع شرائح المجتمع. يعني نحن ما راح نكون عندنا فئة معينة، نحن جميع الفئات، والهدف الأسمى من ذلك هو نشر التوعية الأمن والسلامة للجميع، أنهم يكونون على المام كامل بالإجراءات اللي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني. الله يعطيكم العافية. وقبل نختم معاك، تعرفنا عن أوقات هذه الفعاليات ومن يقدر يشارك فيها ويزورها؟ مثل هي موجودة بس حق المدارس أو حق كل الفئات؟ بالنسبة للي في المولات عامة الفترة المسائية، الخيمة اللي عندنا اللي موجودين الآن فيها عندنا الفترة المسائية بعد عامة، ارتوينا أن يكون الصباحية نظرا للانشغال العالم أو الناس الكبار، فنبقيهم يكونوا في شراكة، وبعدين نبقي يكون بعد ما نغفل جانب المدارس والمدارس، أنهم يكون لهم بعد وقت أنهم يمرون وأنهم يشوفون الأشياء اللي عندنا مواكبة مع الناس العاديين. فهذا كل اللي نقدر نقوله يعني باختصار شديد لهذه الفعالية. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله الله يقويكم في هذه السنة والسنوات الجاية إن شاء الله. جزاك الله خير، وشكرا لقناة الريان على هاللقاء. شكرا. هذا واجبنا، الله يسلمك. ومثل ما شفنا هذه الفعاليات التوعوية اللي موجودة في هذا المعرض والأماكن المصاحبة، مثل الفعاليات المصاحبة، مثل عندنا هنا مسابقة المتاهة ومحاكاة الحريق، وعندنا فعاليات عديدة يعني موجودة في هذا المعرض. وإن شاء الله وما شاء الله نشوف الأطفال يتواجدون بكثرة، ونشوف معنا هذه محاكاة الحريق اللي أكلمكم عنها، مثل هذه الطفاية يجيبون الأطفال ويعلمونهم شلون يطفون الحريق. وهذا كل ما عندي في هذا المعرض، ونرجع معاكم الاستديو. يعطيك العافية يا سعود، وكل الشكر لك وحق ضيفك اللي كان معاك من إدارة الدفاع المدني. يعني نور، نفس ما شفتي يعني هناك المعرض في أشياء وايد، ونفس ما قال لنا الضيف أنه مش بس الموجودة فترة الصباحية حق المدارس، أيضا يعني هناك يقدرون للكبار يعني يروحون العصر، ومو بس موجود الفعاليات مش موجودة بس بعد في سوق واقف، أيضا في كذا مجمع موجود. الحلو أن توعي أطفالنا، وهناك في شخصيتين اللي هو من هالنوع، يعني هالنوع من الفعاليات اللي تخل مثل المتاهة، شفتي طفايات الحريق مع الضوء، يعني هالأشياء تخليها تنرسخ في مخهم زين، ما تفارقهم وتتم قواعد عندهم يعني طول الحياة. وبعد هناك في المطبخ، يعني الأدوات اللي يستخدمونها في المطبخ يقدرون يتعرفون أكثر عليها، شيء تسبب لنا الخطر. التوعية اللي هم ضافوها لهالمؤتمر توعية بشكل جميل، تحبب الكبار يطلع عليها قبل الصغار، الصغار طبعا بيتعلقون فيها على الألعاب اللي احنا شفناها. انزين، يعني حق جميع أفراد العائلة وجميع يعني من على أرض قطر، يعطيهم العافية على هاي المجهود اللي يبذلونه للتوعية، ونتمنى لهم كل التوفيق. آمين إن شاء الله. مشاهدينا من سوق واقف، نروح فاصل أول بحلقتنا، ونستقبل بعدها السيدة اعتدال القدومي، خلكم معنا.